ميني ستوديو. صارت الساعة 4 يعني ميني ستوديو رح يبلش مثل كل يوم على شاشة الام تي في. موضوعنا اليوم هو عن الشجر او ليزاغبغ. اذا ما كنتوا بتعرفوا كتير عن هذا الموضوع خليكن عم تحضرونا لانه محضرينكم معلومات عديدة. بس قبل كل شيء رح نبلش بشوية جاسبس مثل ما انتم شايفين مع بيلا ثورن. قريب الالبوم تبع بيلا كتير وبين اليوم والتاني رح ينزل. كرمال هيك هلا عم تعمل كامبين كتير كبيرة على السوشيال ميديا، على التي في، على الراديوز، وين ما كان، لهيك تخلي الالبوم ينتشر اكثر واكثر حتى من قبل ما ينزل. وهذا الالبوم بتقول بيلا انه رح يحقق نسبة استماع اذا بدكم او رح ينطلب كتير لانه فيه اغاني كتير حلوة، وهو اول البوم لبيلا ثورن فاكيد رح ياخذ ضجة. جود لك لبيلا بكل شيء بتعمله. رح تشوف هلا واتش مي دو مي من شيك ات اب، ومن بعدها في تاني خبر نتركن، خليكن عم تحضرون. ومن شيك راب رح ننتقل لتاني خبر لليوم واللي هو عن R5. هيدي الباند هلأ عم تعمل تور بس غريبة شوي لأنه يمكن قليل لتصير. هي راديو تور، يعني عم بيبرموا على راديو ستيشن بكل العالم ويطلعوا بانترفيوز من هيدول الراديوز. فإذا أقولكم معقول يجوا على لبنان أو لا، رح ننطر ونشوف. مثلا بركي مع أنرجي بيجوا بيطلعوا بانترفيو لايف من لبنان. رح نحضر هلأ ميوزيك فيديو لأستن مش لR5، ومن بعدها في الميوزيك فيديو أوف ذا داي. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. ومن أستن وهالغنية اللي كتير حلوة ويلي كلكم عم تطلبوها مش هيك عم نحطها كتير بميني ستوديو، رح ننتقل هلا للميوزك فيديو اوف ذا داي. شو معقول يكون الميوزك فيديو اوف ذا داي؟ رح تشوفوا هلا كلكم سوا. بس بدي ارجع اذكركم مرة جديدة انه نحن عم نتواصل معكم على السوشيال ميديا، فحكونا هونيك فيسبوك، تويتر، انستغرام، ميني ستوديو، ميني ستوديو كلاب، وميني ستوديو تي في شو. كل هيدول الوسائل فيكم من خلالهم تتواصلوا معنا وتبعتوا لنا كل شيء انتم بدكم اياه لانه ميني ستوديو هو برنامجكم. اما هلا صار وقت انه نشوف الميوزك فيديو اوف ذا داي. هي غنيه صار لنا زمان ما سمعناها اللي هي بالكون. لا يلا خليها مفاجاه، بنحضرها كلنا سوا ومن بعد حلقه ميني ستوديو رح نبلش. Comecei a falar Como é que é, vem? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu? Ah! Se eu te pego, viu? Sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Olá, tu. Nossa, nossa Assim você...
حلقتنا اليوم عن الشجرة، بس أنا ما قدرت أجيب شجرة كاملة لأنه شجرة كتير كبيرة، وأكيد الشجرة لازم تضل محلها بجنينة، بس هون بالأم تي في عنا شجر زيتون حلو كتير، وقدرت فرجيكم هون جزع الشجرة يلي لقيته واقع على الأرض، أنا ما قطفته. هيدا جزع شجرة زيتون يلي بتعطينا الزيتونة اللي بتعرفوها كتير منيح، تاكلوها أوقات مع اللبنة بالساندويش. أما هيدا بالم تري أو شجرة البلح اللي بتعطينا شو؟ البلح. ما بقدر لكم قديه الشجرة مهمة وقديه لازم نحترمها ونحافظ عليها بالطبيعة، خاصة انه نحن بلبنان من زمان كان عندنا اكثر بكثير من هلأ شجر، وكثير من اصحابنا صاروا يعرفوا انه ما لازم ابدا نحفر على الشجرة، ما لازم نوسخ الطبيعة. ليش؟ لانه كل التلوث وكل الوسخ، ولانه صار في كمان مدن وصار في عمار كتير، بطل في عنا كتير شجر. بس الشجرة مهمة للطبيعة، الشجرة بتعطينا الفي، الشجرة بتعطينا الاكسجين، وما ننسى كل الفواكه الكتيرة يلي بتعطينا اياهم اللي هن ثمار الشجرة. الشجرة كمان هي بيت انواع كتيرة وكبيرة من الحشرات ومن الحيوانات ومن العصافير يلي بيعيشوا فيها. فاذا بعد مرة بتوعدوني كلكم انه بتحترموا الشجر، ولا تصيروا تحبوا بعد اكتر الشجر. هيدا كتاب حلو كتير اسمه أغبر، بقلبه منشوف أنواع من الشجر بركة ما نقدر نشوفها نحن لأنه موجودة بغابات بعيدة، بس مثلا هون لشين شجرة معروفة كتير، معروفة بخشبها كمان قوي كتير، ومنشوف هون كيف بتكون ورقتها. فإذا بكل صفحة منشوف الشجرة ومنشوف شكل ورقة الشجرة مثل البابلية، عنا منه كمان بلبنان حلو كتير اسمه بالعربي الصفصاف، لوتيال، وغيرهم من الأشجار يلي هون متعرف عليهم موجودين بالطبيعة وبيكونوا مزهرين بهالشكل بفصل الربيع يلي نحن هلأ فيه. فصل الربيع يلي بقلبه بتكون الطبيعة كلها خضر ومزهرة. فإذا الطبيعة حلوة منحافظ عليها، وإذا رحتوا مشوار بالطبيعة وشفتوا وسخ حواليكم ما قلكم إلا تشيلوا الوسخ وتتركوا الطبيعة نظيفة، لأن هالشي مهم كتير. طيب تعالوا هلا نلعب ونربح بميني استوديو، انا بشوفكم بعد شوي. انا وقت اكبر بدي اصير معلمه، وبعد الظهر بدي اغني بميني استوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. كريستوفر كيبلي بحب كتير يعمل بينبون وما بحب يطلع على الجبل. ليلى بجالي اكثر شيء بتحب الجيمناستيك وما بتحب تاكل سبانخ. ومع ليلى وكريستوفر رح تبلش 1 منت قد بقى الاف لليوم. اكيد كلكم عم تنطروا كل يوم لأمس كلوب ممبرز اللي عم يجروا لعنا لتشوفوا مين منه رح يربح اليوث باكج من بنك ليبانو فرانسيز. واذا في حدا منكم بعد ما بيعرف شو هو اليوث باكج، هو هديه بنك ليبانو فرانسيز لكم اللي بتخليكم تفتحوا حساب باسمكم ببنك ليبانو فرانسيز مع 100 دولار وخصومات بمحلات عديده. فاذا الكادو كتير حلو عم بيقدمه بنك ليبانو فرانسيز لكل يلي عم يجوا على ميني ستوديو وعم بيلعبوا ويربحوا ب1 منت قد بقى الاف. معقول لي لا تربح اليوم؟ رح نتركها تلعب ونشوف كلنا سوا. ستارت جيم. 20 مرة تانية. 10 100 هيدي ألف، بدنا 100 ألف. صح، بس كبسي على الألف لترجع لمحلها. بس كبسة صغيرة. لا مطرح ما راح. وحده ثانيه. 12 ألف. هي 50، نحن بدنا 12. بس كبسه 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 وحده. اوكي 61 ألف. لازم نجمعهم. يلا 61 مثل ما كنت عم تعملي بالاول. قد ايه بدنا ال 61 ألف؟ خلص وقتك ليلى، وقدرت تجمعي 925 نقطة. قد ايه معقول يقدر يجمع كريستوفر اللي محمس كثير وناطر انه يلعب؟ رح نشوف كلنا سوا. ليجن 10 ألف. 70 30 ألف. 35 ألف.
11,000 25,000 وبعد معك 30 ثانية 36,000 130,000 140 200 352,000 216,000 مظبوط وخلص وقتك كريستوفر. كريستوفر كنت قريب كتير على 5000 وقدرت تجمع 4925 نقطة وأكيد أنت ربحان معنا اليوم. رح نقول له كلنا سوا مبروك ونشوف شهديته ومن بعدها ما تروحوا لمحل لأنه الاستوديو مكفى معكم بفقراته العديدة. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون قد الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. عم تخبركم كيكي قبل عن الأشجار وإنه في كتير أنواع من الأشجار ومش كلهم مثل بعض وإنه هن بيعيشوا لا كتير سنين. بس هلأ شو وقت؟ وقت نحكي عن الشجر أو وقت نضحك ونحضر فاني فيديو؟ مزبوط، هلأ وقت فاني فيديوز. الفيديو تبع اليوم عن ولد كان نايم ومبسوط غمض عيونه وعم بيحلم، وبعدين طلعت غنيته المفضلة اللي هي غانغنام ستايل، وبس طلعت الغنيه وقع دغري وصار يرقص معها. احضروا الفيديو بتفهموا اكثر شو قصدي. بلاي. هون كان نايم، شفتوا للولد نايم؟ اول ما اجت غنيته دغري فتح عيونه بلش يرقص. كيف عم بخبط باجريه؟ ليك اخته كيف عم تضحك؟ اخته كمان بتضحك. انه معقول ولد قد ايه عمره؟ سنه؟
أول ما سمع غانغنام ستايل دغري وعي وبلش عم يرقص عليها. أختي ضحكتها كثير مهضومة. أنتو كمان إذا في مرة صورتكو خيكن أو صورتو كوزانكن أو ما بعرف حي إلا حدا، بعتولنا الفيديو على فيسبوك بيج وعلى انستغرام وعلى تويتر، وأنا هون فرجيهم بفاني فيديوز. هلأ بتقلكم باي، بشوفكم بحلقة بكرة. كارل وكيم، اليوم بيصير عمرك سنتين، هابي بيرثدي. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكن لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. قديش أنا بحب كتير الشجر، وأنتو كمان لازم تحبوا الشجر والطبيعة وتحافظوا عليهم، لأنه الشجرة بتعطينا الثمار. مين ما بحب يأكل فواكه؟ مين ما بحب التفاح والموز واللوز وأنواع كتير من الفواكه اللي بتعطينا إياهم الشجرة؟ تعالوا نتفرج شوي على كم صورة تتعرفوا قديه مهمة أنه نحافظ على الشجر. ليكو هالشجرة الحلوة شجرة التفاح، ونحن بلبنان مشهورين بالتفاح اللبناني الطيب كتير يلي كلكم بتاكلوا منه أكيد. أنواع الشجر اللي بتعطينا فواكه مختلفة، في شجرة الخوخ، شجرة الدراء اللي عنا كمان منها بلبنان كتير، العنب، الكرز يلي عنا ياه بجبالنا. ليكو شو حلوة الكرزة لما بيكون عليها فواكه. المشمش. فأذن وهيدا الانجاص. الفواكه مهمة لصحتنا وتعطينا الفيتامين، وتطلع الفواكه على الشجرة لازم نحافظ على الشجر. بعد مرة لازم أقولكم إياها، لا خلاص حفظتوا إنه الشجرة مهمة ورح تحافظوا عليها. إذا أخذتوا شي صورة حلوة أنتوا بالطبيعة بعتولنا إياها، وهلأ أنا رح لاقي بصندوق بريد ميني ستوديو صور ورسائل أنتوا بعتوها. تعوا معي تنفتح الصندوق ونشوف مين بعت لنا رسالة اليوم ومين رح يربح هدية. مفيدة عبد الله، جيم ميني ستوديو دو تو مون كور، ثانك يو، عم بتقول انه بتحبنا.
هو احلى برنامج ميرسي وبتقول انه بتحضرنا من زمان. ثانك يو لمفيده. مفيده هديتك رح نشوفها سوا واكيد رح تحصلي عليها من عنا. اتصلي فينا على الرقم 03-85-86-87 وبعد شوي رح نشوف مين كمان رح يربح بطاقه تيجي يحضر مسرحيتنا بهالفتره من السنه اللي ما عندكم فيها مدرسه، فاذا فيكم تجوا فيها على المسرح. مبروك. الهديه هي لعبه حلوه كتير تقدمت ابو شبكه. مبروك لألكن. الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. مبروك لألك مفيدة. بس كمان في حدا رح يربح وكتار منكن عم بيبعتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو ويجابوا على المسابقات ويربحوا كمان بطاقات يجوا يحضروا مسرحيتنا لزافونتور دو بيتر كاتنتيل. هلأ مين رح يربح معنا؟ حدا بعت لنا كمان رسالة عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. اسمها ريما الدادا. ريما بتحبنا كتير وعمرها 7 سنين. ريما ثانكيو على رسالتك، رح تربحي معنا بطاقة وأهلا وسهلا فيك بالمسرح. كلكم فيكم تجوا تحضرونا مسرحيتنا باقية لآخر الشهر بمسرح الجميزة، يعني بمدرسة فرير جميزة. نحن ناطرينكم. مبروك لك ريما، وهلا أنا بقلكم باي وبشوفكم بكرة. لكل يلي بحبوا يعيدوا يرقصوا ويغنوا مع ميني ستوديو، نحن ناطرينكم على مسرح الجميزة من 10 ل 27 نيسان تتحضروا مسرحية Les Aventures de Peter Cottontail. تيكتس فيكم تحصلوا عليهم عند فيرجن أو تتصلوا فينا على رقم 03-85-86-87 تتحجزوا مطرحكم. Oh.